المجتمع يعني طورنا حتى المنظومة الدستورية ديالنا. هذه المنظومة الدستورية أكدت على المرجعية ديال الدولة، أكدت على تبوء الدين الإسلامي مكان الصدارة، أكدت على أن الأسرة في الفصل 32 التعريف ديالها واضح هي نتيجة الزواج الشرعي، وحملت الدولة المسؤولية ديال الحماية الحقوقية والاقتصادية ديالها، وفي نفس الوقت وفي نفس الحين أكدت على أن الحماية ديال هذه المؤسسة والهذه خصها تتم في إطار سياسات عمومية كفيلة بالنهوض بأدوارها وبالتماسك ديالها والاستقرار ديالها. إذا كيهمنا هذه الخلية بالمجتمع بهذا المنظور. هذا الاتفاقيات الدولية المؤطرة للأسرة ولحقوق النساء وحقوق الفئات هي في إطار ما صدق عليه المغرب يعني محل يعني ملائمة ومواكبة من طرف القوانين ديالنا باش تستوعبها، وهذا كان جهد دار فيه في 2004. لكن الذهاب إلى تبني أي مقترح أو أي فكرة بغض النظر عن ملائمتها للقطع من الشريعة الإسلامية فيه خطر، نقول أنه فيه خطر على الكينونة ديال هذه الأسرة والهوية ديالها. وبالتالي لابد أن نؤطر نقاشنا في إطار ما أطر به جلالة الملك هذا النقاش، وكان واضحا في خطابه للعرش 2022 لما افتح أول مرة النقاش رسميا. ولو أن النقاش أو الإشارات ديال جلالة الملك كانت قبل وتجاوبت مع مطالب المجتمع ككل من مختلف تياراته بأن هذا القانون خصو يتراجع وفيه إشكالات، خصوصا وحنا كنشوفوا أرقام الطلاق ترتفع بشكل مهول، وهذا كيأشر على أن هناك اختلالات عويصة في الأسرة المغربية. هذه الاختلالات كتزامن معها ولا كتواكب معها اختلالات كنشوفوا على مستوى شفنا يعني المحاكم والقضايا المطروحه في المحاكم، نجد انها تعكس واحد الوضعيه هشه ديال الاسره المغربيه. كذلك مجموعه من الانحرافات الاجتماعيه اللي كنشوفوها في المجتمع كتاشر كذلك على الاسره ما قيمش بالدور ديالها وما هياش كتادي الادوار المطلوبه لصيانه المجتمع، لان المجتمع ديالنا فيه خطر، لان المؤسسه الاسريه ما كتاديش الادوار ديالها وما كاينش اللي كيدعم الاستقرار ديالها والتناسق ديالها. وبالتالي فهاد الحرص على ان تكون هاد المنظومه حاضره مع الاعتماد يعني الجهاد المطلوب من اهله ومن ذوي الاختصاص في ايجاد الاجابات على الاشكالات الحقيقيه والواقعيه الموجوده. لذلك بعد هاد 20 سنه طبعاً الحال حنا كنا منخرطين واليوم اكثر انخراطا في ان نكون من بين الذين يناقشون كيف نعدل هذا القانون ضمن هذا السياق الذي يحترم مرجعيتنا وينطلق منها، يحترم الاتفاقيات الدوليه التي صدق عليها المغرب، ويحاول التماس واحد المزج خلاق ما بين هاد الاتفاقيات الدوليه وهاد المرجعيه ديالنا، على اعتبار ان حتى المواثيق الدوليه في منشئها ساهموا فيها جميع الحضارات وجميع الثقافات، ولكنها باش يمكن لها تضمن واحد الانضمام ليها واحد الالتفاف عليها فهي اعترفت بالخصوصيه، اعترفت بالخصوصيه الثقافيه واعترفت بمجموعه الامور. فبالتالي هذاك الحقوق التي نتكلم عنها اليوم في صيانة هوية المجتمع وحضارته وثقافته هي منسجمة مع الدستور أولا، ومنسجمة حتى مع خيارات المواثيق الدولية قبل أن تنحرف. يعني مؤخرا كنلقاو بأن كاين بعض الأمور تم إثباتها كحقوق جديدة ويتم إرغام المجتمعات على أن تدخل فيها كرها وليس طوعا، وهذا على خلاف المنطلقات. يعني يمكن شوفوا السياسه ديال المثليه الان شنو هي، كيف يفرض على 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 المجتمعات في مؤسساتهم التعليميه ان يدرسوا تلك الفلسفات، لان هذه المناحي الحقوقيه مرتبطه بفلسفات متعدده صاغت المواثيق الدوليه، لكن اليوم هناك اراده هيمنه فلسفه واحده واجبار الناس عليها على خلاف المنطلقات.
المنطلق ديال كونيات حقوق الانسان. درس كونيات حقوق الانسان باش صيانه حقوق الانسان، ماشي باش ندخلوا في مثل هذا. انا مؤخرا كنت في كندا في زياره عائليه، الجاليه المسلمه وعموم الناس الاحرار يلتمسون كيف يرجعون كلهم الى التعليم المنزلي حتى يستطيعوا ان يدرسوا لابنائهم ما يريدون. الاسر تلف ويعني تلف، هذه المعاناه التي تكلمت عنها السيده الصقلي مشكوره، هي معاناه ديال الوالديه النساء والرجال اللي مسؤولين. كيف يعني كتولد هذا الطفل ومن بعد خاصك ما عندكش الحق، كياخذوه لك كيقولوا ليه داك الشيء انت ما قلتيش ليه يعني باي حق. فاذا هذه المدخل، لان غير باش انا بغيت غير نبيئوا النقاش ديالنا ونخليوه منسجم معنا، ما نقلبوش على شي فصاله ديال شي واحد ماشي حنا. فاحنا مغاربه مسلمين، عندنا واحد القانون مدونة الأسرة تأثرنا، الإسلام في الأسرة مهمة، العدل والإنصاف قيمة جوهرية في الإسلام، عدم الظلم قيمة جوهرية. إذا نقشوا في هذا العدل والإنصاف وعدم الظلم، كيفاش نحققوه بلا ما نتهضموا مع العقيدة والهوية ديالنا. وهذا ممكن لأن كيتيحوا لنا القرآن والسنة والفهم الصحيح ديال هذا القرآن والسنة، وكيتيحوا لنا كذلك التعامل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيتيحوا لنا مجموعة الاجتهادات، وخاصنا نفعلوا فعلا الاجتهاد من أهله باش يمكن يجاوب على الإشكالات اللي مطروحة. وبالتالي حنا منتدى الزرائم المغربية، أنا ربما ماعرفش أنا الوقت مخصص للمداخلة شحال، يعني لن يسعني أن أتكلم عن جميع المقترحات اللي قدمناها للجنة بصدد التعبير عن موقفنا، لكن اللي نقول لكم اننا ما كانش عندنا مشكل اننا نتعاملوا مع جميع المواد ديال المدونه بالمراجعه، ولكن في ظل واحد الاطار معين. هذا الاطار هذا تيسمح لنا باننا نستحضروا الواقع والاشكالات ديالو، وكذلك شنو هي الاجابات اللي يمكن تكون، وفي بعض يعني القضايا خاصنا استشارات، قد لا تكون بالضروره هذه الاستشارات يعني كتجاوب بشكل هادي، لكنها تثير سلط الضوء على الاشكالات وتثير يعني مسؤوليه ذوي الشان انهم يساهموا في الاجابه. والمساهمه ديالنا همت، اولا اعتبرنا بان الزواج خصو يتشجع، هو حق باش يتشجع خصنا، لان المدونه الجديده جابت اجراءات امور وأوكلت لمؤسسة القضاء أرهقتها بمجموعة الإجراءات الشكلية اللي العضو قادين يديروها وزيادة. فقلنا نشوف إطار تبسيط الزواج ونطالبوا، لأن ما يمكنناش في الحقيقة في قانون مدونة الأسرة نعالجوا الإشكالات كلها اللي المجموعة اللي قالت الأستاذة صقلي اللي حنا متفقين عليها، ولكن ماشي العلاج ديالها كاين داخل مدونة الأسرة. ما نحملوش هذا القانون الإشكالات كلها اللي كاينة في المجتمع، عندنا إشكالات ثقافية، إشكالات اجتماعية، اقتصادية، مجموعة الإشكالات التربوية. فالقانون نعطيوه مكانه، لكن مجموعة الأمور كاينة حلول في خارج قانون مدونة الأسرة. هاد سياسة تشجيع الزواج، هاد دعم الأسر المبتدئة، مجموعة الأمور يمكن حنا اجتهدنا في مجموعة الاقتراحات موازية. لكن في إطار الزواج تكلمنا على قضية اللي تكلمت عليها الأستاذة ديال الزواج دون سن الأهلية. حنا كنقولوا زواج على اساس ان الزواج السن ديالو 18 سنه سليم، لكن هذاك الاقل من 18 سنه هو استثناء، المشرع دارو استثناء خصو يبقى استثناء. لاحظنا بان كان نوعا ما تجاوز هذاك الاستثناء، واخا ملي كنقراو الارقام ما كنلقاوش ديك الاطلاقيه، كنلقاو بان اللي قراب من 18 سنه هما اللي كيشكلوا القاعده ديال اكثر من 90%، واللي اقل، ولكن حنا ما بغيناش فعلا الفتاة، لأن الأسرة بالمفهوم الإسلامي فيها نضج ومسؤولية، النضج والمسؤولية ما يمكنش يتأتى في واحد السن مبكر، بالتالي ما يمكنناش نمشيو في اتجاه المنع، خاصنا مزيد من التضييق والضمانات لممارسة هذا الحق دون الوقوع في الإكراه. فهذا هو التوجه اللي نمشي له. كاين شكرا. مشكلة الوقت السابع عزيزي الأخي.
خليفة نشكرك على المداخلة القيمة الأولية للمداخلة. المهم أنا في إشارات عندنا اللي عالجنا الموضوع ديال التوبة الزوجية، عالجنا الموضوع ديال التعدد، عالجنا الموضوع ديال مادة 49 اقتراحات في التطليق، يعني كتهم التطليق والترمل، لأن المادة 49 ما قسمنا الإرث من هذه الناحية هذه ديال اقتسام الممتلكات، يعني أن المرأة أو الرجل هو مدين أو هي مدينة له قبل تقسيم التركة، خص يعني الحق ديالها يمشي قبل من الاقتسام، باش ما ندخلش قضية الإرث ماشي الإرث. تكلمنا على مجموعة من الإجراءات مرتبطة بالطلاق والتطليق، لأنه هو الأفة الكبيرة اللي كنعتقد بأن اليوم جميعا خصنا نتفقوا عليه، أننا خصنا نرجعوا لهذه المؤسسة الاستقرار ديالها والتناشر ديالها، وخصنا نتوحدوا باش نراجعوا هذيك المساطر ديال الطلاق والتطليق، باش يمكننا نكونوا أنجع في إطار إدارة المؤسسة الأسرية، بطبيعة الحال باعتماد الوساطة الأسرية كمساعد وكضامن لتدبير مجموعة الخلافات الأسرية اللي كتهرس اليوم الأسرة المهمة. شكرا.